بدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني مش عارف ابدا معاكم من فين. كان ماتش صعب جدا علينا، وان شاء الله يعني ربنا يعدي ضغط الاعصاب اللي كلنا فيها دي على خير ان شاء الله. لكن الاصوات طلعت تاني الحمد لله، يعني الاصوات اللي هي كانت مكتومه دي طلعت تاني الحمد لله، عشان الاهلي خسر امبارح 2-1 في قلب تونس، في قلب ملعب النجم الساحلي، في وسط جمهوره، في ملعبه اللي ما ينفعش يتلعب عليه كره اساسا على الارض. الناس فرحانه، يعني الناس اللي هي اللي كانت مكبوته جدا جدا جدا، الناس اللي هي كانت بتشيد بالنادي الاهلي من حوالي 5 6 ايام، النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي، النادي الاهلي، كله طالع دلوقتي يقول لك النادي الاهلي خسر امبارح. ومش كله طبعا، انا بتكلم جماهير الاهلاويه ديت طبعا حاجه ثانيه خالص، يعني جماهير الاهلاويه الوفيه دي حاجه ثانيه خالص، لكن الناس اللي هي عايزه تتكلم، اللي هي لقيت متنفس يتنفسوا فيه، طلعوا قالوا الاهلي كان وحش والاهلي ومش عارف ايه وخسر 2-1. خسرنا 2-1 2-1 خسرنا في قلب تونس، في قلب جماهيرها، في قلب ملعبها. خسرنا بكرة لا علاقة لها بالكرة أساسا، الهدف الأول يعني فاول وطرد زي ما قال الكابتن الكبير، الكابتن الحكم الدولي القديم الحكم جمال الشريف، قال إن هو فاول مستحق وطرد مستحق. في الاستوديو امبارح لحضراتكم متابعين، كان كفيل إن هو يغير المباراة تماما، خصوصا المباراة كانت في بدايتها من دقيقة أعتقد كانت 10 أو 12، يعني حاجة فظيعة. دقيقة 18 قمة عدم الروح الرياضية اللي شفناها امبارح. ناس كتير بتقول لي الأهلي ممكن يعمل كده في استاد برج العرب لو في فاول أو في واحد واقع من نادي الأهلي، من نادي النجم الساحلي، ممكن نادي الأهلي يطلع الكورة. أكيد نادي الأهلي هيطلع الكورة، لأن نادي الأهلي عنده أخلاق وعنده مبادئ. كان في قبل كده استثناءات من بعض اللاعبين، لكن بنتكلم على القواعد عشان بس ما حدش يجيب لنا فيديو لحد هو مش عايز يطلع الكورة. الكلام ده ما طلعناش الكورة لما كانت الوقعة مش مستحقة، كانت وقعة تضيع وقت، كان واحد بيمثل إن هو مصاب، أو يعني بيظهر للناس إن هو مصاب لكن هو مش مصاب. لكن امبارح كان فاول شفناه حضراتكم، كان ممكن يكسر رجل علي معلول لولا ستر ربنا، ولولا إن علي معلول يعني كان حاسس إن كان في غدر من لاعب النجم الساحلي، عشان كده بعد برجله شوية. لكن طبعا فاول وطرد مستحق، وعدم روح رياضيه من فريق النجم الساحلي، اللي احنا هنعلمكم يعني ايه روح رياضيه لما واحد يقع منكم هنا. اكيد احنا هنطلع له الكوره، لان النادي الاهلي بيعلم دايما اللي مش متعلم، بيعلمه يعني ايه روح رياضيه، بيعلمه يعني ايه لما لعيب يكون مصاب فعلا، لعيب يكون معرض ان رجله اتكسرت فعلا، ما ينفعش ان احنا لازم نطلع الكوره بره علشان يعني اللعيب يتصاب. ولما احنا طلعنا الكوره بره المفروض تدوها لنا، يعني طبيعي جدا. يعني امبارح رامي بحسن نية بيطلع الكرة بره، كان المفروض يطلعها بره شوية لكن طلعها قريب من الخط بتاعه عشان شاف ان الإصابة جامدة جدا. واتقابلت الكورة ان احنا لعبوها عادي جدا، فريق النجم عادي خالص خالص خالص، مفيش أي مشكلة، وجابوا فيها جون. مبروك الجون اللي انتوا جبتوه، الجون اللي هيبقى أسوأ هدف في تاريخ كرة القدم، أو من أسوأ الأهداف في تاريخ كرة القدم، الجول اللي يعني هيسجل في التاريخ او هيسطر في التاريخ، ان هو جه من حاله عدم روح رياضيه كامله لفريق النجم الساحلي بمدربه كمان، لان كان المفروض او من الاولى المدرب شاف ان اللعبه كانت فيها خطر كبير قوي على علي معلول، فالمفروض ان هو يقول للاعيبته رجعوا الكوره للاعيبه النادي الاهلي. لكن عادي جدا مفيش مشكله، ده كان شوط وعدى، وان شاء الله يعني حسابنا ان شاء الله هيكون في مباراه برج العرب. كفايه فرحتكم 2-1 ان انتوا كسبتوا 2-1، كنتوا فرحانين فرحه يعني لا مثيل لها. علشان تعرفوا يا جماعه قد ايه قيمه النادي الاهلي، قد ايه وانت بتلعب في قلب تونس وفي قلب ملعب النجم الساحلي بالجمهور ده، بالملعب اللي ما ينفعش تلعب عليه كره على الارض ده، الناس فرحانه وطايره من الفرحه. عشان تعرفوا الناس اللي هي بتنتقد في النادي الاهلي يعرفوا قد ايه الناس فرحانه ان هي كسبان النادي الاهلي 2. لما جاب الجون الثاني الشوطه انا شايف ان هي كانت صعبه، شايف ان هي كانت صعبه لغايه لما اشوفها ثاني وثالث. الجون الثاني الناس يعني بقى حاجه يعني، وقلع الفانيلا في الجون الاول، وحاجه بصراحه يعني ليهم حق، ليهم حق لما يكسبوا نادي كبير جدا زي النادي الاهلي، حتى لما يكون في ظروف وفي اصابات وفي تغييرات اضطراريه، تلعب من غير اهم واحد في الفريق او من اهم الاعمال الرئيسيه في الفريق حسام عاشور، بس هم ما يعرفوش، هم كسبوا الفانيلا الحمراء، كسبوا الفانيلا الحمراء، كسبوا الجمهور الكبير جدا، كسبوا الكيان الكبير جدا، عشان كده كانت فرحتهم لا تقدر بثمن بعد الجون الثاني، مع ان هي فرحه ان شاء الله، ان شاء الله تكون فرحه مصطنعه.
ان شاء الله مش تبقى فرحه حقيقيه، لان ان شاء الله في برج العرب هيكون موضوع مختلف تماما، واوعدكم ان شاء الله ان الموضوع هيكون مختلف تماما في برج العرب. هدف واحد ان شاء الله يكفي النادي الاهلي يصعد للدور النهائي، لكن ان شاء الله هيبقى اكثر من هدف. ده الكلام اللي كنت عايز اقوله. لكن الناس بقى اللي تطلع تقول الاهلي خسر والكلام ده كله، مش يعني ما ينفعش كده يا جماعه، يعني ما ينفعش كده. احنا لسه من اسبوع بنقول نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي ولاعيبته ورجالته والكيان والرجاله، ما ينفعش. فاول حاجه مش هزيمه، يعني هي مش هزيمه بمعنى الكلمه، يعني ده طبيعي جدا جدا. انت بتلعب دور قبل نهائي، تلعب فرقه النجم الساحلي شايفه الترجي اتعمل فيه من النادي الاهلي، فعشان كده نازله يعني سنه سنانها عليك، جمهورها بيعمل كل حاجه. الحكم مش هتكلم على الحكم، يعني مش هتكلم كتير على الحكم، لان احنا اتعودنا على الحكم. حتى لو جون صالح جمعه اللي الناس بتتكلم عليه، حتى لو جون فاول، هو جون فاول يا سيدي، لكن احنا كان لينا طرد مستحق في اول 20 دقيقه. كان فريق النجم الساحلي هيلعب ب 10 لاعبين، كان لينا ضربه جزاء لوليد ازارو برضو اتحللت امبارح مع الكابتن الكبير جمال الشريف، قال ضربه جزاء مستحقه تماما. هم تماثل او يعني عمل تمثيليه شويه، تمثيليه مصطنعه في ضربه جزاء، قالوا انها ضربه جزاء، مش ضربه جزاء ولا اساس لها من الصحه. لكن النادي الاهلي مش هنتكلم بقى عن الظلم التحكيمي، يعني عندنا ناس كبار جدا لازم يتكلموا مع الاتحاد الافريقي على الظلم التحكيمي اللي بيتعرض للنادي الاهلي. انذار لاحمد فتحي معرفش، مش عارف ايه الداعي ليه، يعني معرفش ايه الداعي ليه. شفنا بعد الجون الثاني الاهلي عايز يجيب جون، الاهلي اللي عايز يجيب جون، النجم اللي كان بيضاع في الوقت، النجم اللي قال يا رب اطلع 2-1 عشان يبقى احنا كسبنا نادي الاهلي في تونس، لكن احنا كنا عايزين نجيب جون لان هو ده الطبيعي. النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها بره وجوه، واحنا شفنا. فما ينفعش يا جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا ما ينفعش ان احنا نقول رجاله والاهلي ومش عارف ايه وبعديها باسبوع شكلنا وحش، يعني شكلنا وحش. الناس اللي بتفهم كوره ما ينفعش ان احنا نمجد في فريق وبعديها بخمس ست ايام نقول لا ده الفريق وحش. الفريق كان مش يومه، لكن ما ينفعش نقول الفريق وحش ومش عارف والتشكيل وحش. ما ده التشكيل اللي كان متاح او الاقرب للمتاح. يعني عايز اقول لجماهير النادي الاهلي، الجماهير اللي بجد بقى اللي بيحبوا الاهلي بجد، انا عارف انتوا ممكن يعني مش هتزعلوا مني، يعني انا مقدر موقفكم وعارف انتوا زعلانين من وليد ازارو. وليد ازارو عنده 19 سنه، مش عايز كل شويه افكركم بفلافيو. وليد ازارو مشروع مهاجم متميز جدا لا ينقصه الا احراز هدف يديله الثقه. لما انا اي واحد، انتوا بس حطوا كل واحد كده يحط نفسه في مكان وليد ازارو، بلاش مكان وليد ازارو، كل واحد يحط نفسه في شغله هو. لما تلاقي انت محل انتقادات وكل شويه انت مش عارف بتعمل وانت مش عارف ايه وما ينفعش ما ينفعش، انت كمان نفسيا بتبقى محتاج حد بس يعني يسلم عليك يسندك مش ينتقد فيك كل شويه. وليد ازارو مباراه الترجي تسبب في ضربه جزاء وليه ضربه جزاء ثانيه وعمل اسيست الحكم لغاب داعي التسلل. المباراه بتاعه النجم وليد ازارو تسبب في ضربه جزاء صحيحه جدا 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 الا الحكم ما شافهاش او تناساها او يعني عمل نفسه مش واخد باله. فهو موجود مؤثر، ضيع فرصه، فرصه هنقول ان هي سهله مع انها كانت على رجله الشمال، ويعني مش عايز اقول ان هي صعبه لكن ماشي فرصه. فلا احنا لازم نبقى غير يا جماعه، لازم نبقى غير في النقد، في النقد بتاع اللعيبه بتاعتنا لازم نبقى غير، في نقد مديرنا الفني لازم نبقى غير، في نقد فرقتنا لازم نبقى غير. هو ده الصح، هو ده اللي لازم يتعمل. ما ينفعش ان احنا اللي لعبنا شوط نطلع نقول وليد ايه، وليد لازم يمشي، وليد وحش، وليد بيضيع، وليد ما ينفعش يدخل النادي الاهلي، وليد مش النادي الاهلي جايبه عشان يعلمه. للاسف اتقالت من احد النجوم الكبار. هو محروق قوي على فرقته وطبعا ده حقه، لكن احنا ما ينفعش نتكلم كده، خصوصا ان احنا يعني مش بتكلم عليا، بتكلم على الناس اللي بتتكلم على وليد ازارو او انتقدته بشكل حاد جدا. احنا نعتبر امثله ان احنا لازم نحمي النجوم دي، وخصوصا ان احنا عاشرنا فلافيو وعاشرنا حسام حسن. حسام حسن قعد سنه كامله ما يجيبش جون قبل كده لو تفتكروا، او قريب من السنه ما يجيبش جون. حسام حسن فلافيو الكبير، فلافيو الهداف التاريخي نادي الاهلي، الراس الذهبيه، قعد سنه كامله ما يجيبش جون ولا يقرب ناحيه الجون ولا بيضيع فرص. لكن انا عندي ازارو بيضيع كتير جدا، يعني هيجيب ان شاء الله، لازم ندعمه زي ما دعمته شريف اكرامي.
وهو كان في امس الحاجه لدعمكم. شريف اكرامي امبارح الناس بتقول الهدف الثاني كان ممكن يجيبه، وانا شايف ان الكره صعبه بصراحه، ممكن كان يتعامل معاها بس الكره صعبه جدا، راح في مكان وعامله باند وعامله وعامله وعامله، ممكن يكون عايز يتمركز شويه، لكن شريف شال كورتين بعد كده مسكهم صعبين جدا جدا، لو دخلوا فيه جوان محدش هيقدر يلومه. لازم ندعم فرقتنا، لازم ندعم فرقتنا في الوقت ده تحديدا. انا عارف ان احنا كلنا متضايقين، وليد ازارو لازم يحرز ولازم يجيب ولازم ولازم ولازم، لكن برضه لازم نسنده. وليد ازارو مهاجم رخم بمعنى الكوره، ما بيسيبش كوره، ودايما مناخيره في كل كوره، دايما قريب للجول. ما خلي بالكم لو وليد ما بيضيعش كنت اقول لكم لا لا ما ينفعش خالص، لكن وليد دايما في الصوره، دايما هو بيخلق لنفسه فرص وبيخلق لنفسه اماكن وبتمركز كويس في ال 18، لكن هو 19 سنه داخل في ال 20 سنه، لازم نصبر عليه شويه يا جماعه. زي اجاييه في الاول لما جه وقلنا وانا كنت بنتقده في الاول، لكن اجاييه دلوقتي بنقول لازم اجاييه يلعب، فلازم ننتقد بمنتهى العقل، خصوصا ان احنا في فتره ما ينفعش ان احنا نقعد ننتقد في لاعبتنا فيها. احنا عندنا ماتش مهم جدا جدا جدا، ماتش العوده ان شاء الله، محتاجين جون ان شاء الله نجيب اكتر، فلازم محل انتقاداتنا تكون يعني في محلها، ولازم ما نسمعش. في ناس بيتكلموا كلام عارفين هو يسمع على وسائل الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الكلام ده كله، لازم احنا ما نسمعش، لازم احنا ندعم وندعم ولاد النادي الاهلي في اي مكان هم فيه. ان شاء الله هم قادرين جدا ان هم يرجعوا بمنتهى السهوله. السلاي ما كانش في حالته، احمد فتحي ما كانش في حالته، معلول ما كانش في حالته، الناس ما كانتش في حالتها، معظم الفرقه ما كانتش في حالتها، فعشان كده لازم يعني نلتمس لهم العذر. مش بنقول من اسبوع ان هم رجاله جامدين جدا، الماتش ده لا وحشين جدا وما ينفعش ما ينفعش، لا مش معاكم بصراحه، لازم نصبر ونتأنى في الحكم على لعيبتنا، لازم نشجعهم بكل ما نملك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تروحوا لستيتش تاني وتشجعوا وليد ازارو تحديدا، لانه محتاج منكم جدا. هنكسب اقسم بالله العظيم، هنكسب مهاجم قوي جدا ان شاء الله، بعد كده بس يجيب جون بس يفك النحس بتاعه ده، وان شاء الله ان شاء الله هتكسبوا مهاجم كبير جدا ان شاء الله قبل الماتش. ان شاء الله تروحوا لاستاد التيتش وتقفوا ورا لاعبتكم وتشجعوهم وترجعوهم تاني فورمه، علشان ان شاء الله نكسب الماتش الجاي بمنتهى السهوله. نروح نشوف تقرير ونستقبل النجم الكبير كابتن مصر كابتن النادي الاهلي كابتن الكبير اسامه عرابي عشان نرد على اسئلتكم واستفساراتكم. فاصل، استنونا.